مصر الجميل بصحة وسعادة وهنا. كل سنة والمصريين حافظين على بلدهم. من أي حد يتصور أنه ممكن يخطط بلدنا لمشروعه الخاص، كل سنة وبلدنا طيبة وعايشة بولادها. الحقيقة أنه النهاردة يوم ذكرى من أجمل الذكريات اللي عدت عليا في حياتي، بس أنا كمان كست مصرية. الست المصرية في 30/6 وما قبلها صممت إن هي شمس لبلدها تاني، وترجع الشمس لمصر من اللي كانوا بيحاولوا يحجبوها أو اللي بيحاولوا يختطفوها. في الحقيقة الجماعة الإرهابية أول حاجة حاولت إن هي تسيطر عليها هي كلمة الست المصرية. نسيوا الست المصرية عبر التاريخ، هي منقذة الجيوش، هي عمود البيت، هي خط الدفاع الأول عن مصر. يعني حتشبسوت وكليوباترا سطروا بأحرف من نور تاريخ مصر إنه إزاي يقدروا يحافظوا على شعبنا وعلى بلدنا وعلى أرضنا. جماعة المحظورة ما كانش هممهم كتير فكرة الهوية المصرية، ولا كانوا مهتمين بفكرة إن إيه وضع المرأة المصرية. على العكس تماما، هم كان عندهم مشروع محدد إنه إزاي يشدوا مصر من خلف متمثلة فيه الست المصرية، أو أول نقطة يبدأوا بيها هي الست المصرية عشان نبقى من الشعوب الرابعية والشعوب المتخلفة. لكن طبعا هم فوجئوا قوة الست المصرية وجلادها وشجاعتها، إنه هي صممت تنزل ميدان الثورة هي وولادها وقواتها وأهلها وجيرانها، وما يرجعوش بيتهم إلا وهذه الجماعة كانوا في السنة بتاعتهم السودة دي. يعني عايزين أول حاجة يعملون هم يغيروا قوانين الأحوال الشخصية واللي فيها مكتسبات هامة جدا للمرأة زي قانون الخلع. أيضا كانوا عايزين يعودوا بينا للخلف فيما يتعلق بحضانة الأطفال بقى للولد والبنت 15 سنة. هم كانوا عايزين يرجعوا بينا لسبعة وتسعة، سبعة للولد وتسعة للبنت، بحيث إنه يجبروا المرأة المصرية إن هي تعيش حياة فيها مهانة عشان خاطر ازاي تحافظ عليهم. كمان كان في الدعوات بتاعه تزويج القاصرات، انه في النهايه اذا عايز تعرف بلد تطورها ومكانتها وقيادتها وريادتها انظر على وضع المراه فيها. اذا ما نظرنا اليوم لوضع المراه المصريه هنلاقي تغير كبير. سن الطفل بقى بنص الدستور 2014 اللي انا كنت اتشرفت ان انا اكون عضوه فيه بقى 18 سنه، وبالتالي لا يجوز اصلا التزويج قبل هذا السن. قانون الخلع او الاحوال الشخصيه ما زال موجود فيما يتعلق بذلك. ايضا تشديد العقوبه على المتهرب من دفع النفقه، ايضا عقوبه من لديه ميراث او تحت يد ميراث وما بتستلمهوش صاحب الميراث. وطبعا كان الاكثر تضررا من ذلك هي المراه المصريه في اماكن كتير من بلدنا، يقول ما بنورثش البنت فحصل تجريم لذلك. ايضا شفنا المراه المصريه محافظ، شفنا في البرلمان التعديلات الجديده في الدستور ايضا اعطت للمراه المصريه حقها فيما يتعلق بان هي ليها ربع المقاعد ككوتا، تمييز ايجابي لصالحها فيما يتعلق بالبرلمان بغرفتيه تشريعيتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ده الفرق ما بين قبل 30 يونيو اللي كان بيحاولوا يعملوا الجماعه المحظوره مع المراه المصريه، وبعد 30 يونيو وما يترتب عليها لصالح المرأة المصرية ولصالح المجتمع المصري وأيضا لصالح مستقبلنا، لأنه المرأة هي اللي بتربي ولادنا اللي بكرة هيشيلوا مستقبل مصر. أنا كان دوري في الحقيقة في تمرد، أنا كنت عضو مؤسس بحركة تمرد من اللجنة المركزية اللي هم 43 شاب وبنت للإخوان المسلمين حطوا أسمائهم على قوائم الاغتيالات. وطبعا قابلنا في ده يعني مضايقات كثيرة وصلت لحد إهدار الدم طبعا. كنت المتحدث الرسمي والمسؤول القانوني للحركة. كمان كنت موجودة في كل الفعاليات اللي ليها علاقة بصياغة البيانات وترتيب المظاهرات والمسيرات، وكنت من البقود المسيرات بالهتافات. نالني ما نال زملائي من تهديداتهم سواء بشكل مباشر، يعني في قيادة كبيرة من الإخوان المسلمين في نقابة المحامين هددتني بشكل واضح انه لو شفتك في الميدان هأمرهم ينشنوا على سويداء قلبك بالحرف. قال لي
يعني هذه القيادة الكبيرة من قبل المحامين قال لي الجملة ديت. كمان قبل بعد الإعلان الدستوري أيضا تم اختطاف أخي الأصغر مني لمدة أسبوع عند الإخوان المسلمين، اتعذب بدنيا ونفسيا، قعد أسبوع على كرسي من غير ظهر، بيشربوه مية مش نظيفة، بياكلوا أكل مش نظيف، لحد النهاردة في الآخر أخويا اترمى في الصحراء كتفه اتخلع. حتى اللحظة أخويا صغير بيتعالج من هذا الأثر يعني، وده كان في تهديد واضح ليا إنه المرة الجاية هتبقي أنتي.